سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. الثالثة صباحا، أنتبه إلى هذه الثانية ثم إلى الثانية الأخرى، أقيم حصاد كل دقيقة. لماذا كل هذا؟ لأنني ولدت. إن نمطا خاصا من اليقظة هو الذي يؤدي إلى وضع الولادة في موضع السؤال. يحاول الكاتب إيميل سيوران من خلال الشذرات وبأسلوب استفزازي صاخر أحيانا ومتشائم أحيانا ملامسة جوانب متعددة في الوجود الإنساني وصياغة نظرته الخاصة للحياة وتغيير اتجاه أصابع الاتهام المصوبة إلى الموت ناحية الولادة. فبرشاقة يتيحها له أسلوب الكتابة الذي اختاره، ينتقل بين الموضوعات ويتأمل الذات الإنسانية وصراعاتها المريرة. سيوران أو أستاذ اليأس كما يسمى، هو باحث متبحر في الفلسفة، درس كانت ونيتش وشوبنهاور والآخرون، وشكلت الفلسفة منطلقا لأفكاره، وبالتالي جاءت كتابته محاولة لزعزعة اليقين والمسلمات ومفعمة باليأس والكآبة والسخرية المرة التي عرفت بها فلسفة من درسهم. في كتابه الكتابة بيدين يقول عبد السلام بن عبد العالي بأن الشذرة تومئ إلى وجهة من غير أن تدل على الطريق، وهنا يتجلى الإرهاق الذي يصيب قارئ آخر أسباط نيتش، لأن الشذرة تأتي مكتفة في جملة أو جملتين، ويقع على عاتقه تأويلها وشرحها وتطوير فكرتها وتحليلها بحثاً عن الطريق. إيميل سيرا من مواليد 1911، توفي عام 1995، فيلسوف وكاتب روماني نشأ في عائلة متناقضة، حيث كان فيها الوالد قسا أرثوذكسيا والوالدة متشككة في كل ما يتعلق بالدين واللاهوت. عانى من الأرق منذ المراهقة ودرس الفلسفة، حيث كان اهتمامه فيها مصوبا إلى دراسة أفكار إيمانويل كانت وآرثر شوبنهاور وبشكل خاص فريدريك نيتش. اشتهرت أعماله بالميل إلى السوداوية والتشاؤم، ومن أبرزها تمارين في الإعجاب وتاريخ وديوتوبيا والمياه كلها بلون العرق واعترافات ولعنات. ورغم تمجيد سيران لفكرة الموت والانتحار، فقد عاش حياة طويلة نسبيا إلى أن توفي عن عمر يناهز 84 عاما، وذلك في شهر يونيو من عام 1995. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.